يا متين، انت واقف بتعمل ايه عندك؟ فكك من زومبا بقى، قولي لقيت حاجه؟ لا ولا انا كمان، بس هي في اوضه واحده بس مقفوله بباسورد. طب هي طالما اوضه ومقفوله بباسورد يبقى هي دي اللي فيها التصميمات. بص احنا نكسر الاوضه وناخد التصميمات دي ونخلع. زومبا صحي بسرعة بسرعة يا متين. هنعمل ايه معاها دي؟ ما ينفعش تشوفنا عشان الكاميرات اللي في عينيها بتسجل. لازم نخلع من غير ما تلمحنا، لانها لو هتلمحنا هتمرجحنا. ليه متين؟ ما ضربتهاش ليه؟ ما يصحش. منك لله يا جدع. بالروسية؟ هو في روبوت بتضرب بالروسية؟ يوسف مركب لك السوفت وير ده منين؟ اخد نفسي بس اخد نفسي.